لله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، كيف يبكيك يا أبا عبد الله أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، فهولت الرزايا الآتية لما أراد الحسين أن ينحدر ناحية الميدان مسلطا سيفا آيسا من الحياة، التفت إلى زينب قعدي قبالي يا بهجة فاطمة وظلوة علي، وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي، بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي، هلي قبل لا يوقع بقلب السام يمرد مهجتي، قعدة مخدرت علي بين يدي الإمام الحسين، شتريد يا أبا عبد الله؟ قال له خي زينب هذه مصائب عظيمة وعظيمة، فلا بد ما أدلك بالقضية، مش عندك يا أبا عبد الله؟ قال لك ذكري قوم لا يا زينب والضلوع مكسرة وضربت المحراب ايش سوتي بخامة حيدرة، وشابد خون الحسن كيف بطشت متنثرة، واليوم قدامك بظل السيف يذبح رقبتي. الله أكبر يا أبا عبد الله، يعني يعني يا أبا عبد الله لماذا ذكرتني بكسر الضلع وبضرب العام يا أبا عبد الله؟ قال لا أخي زينب هذه مصائب عظيمة وعظيمة، لابد ما عندك بالقضية، ش عندك يا أبا عبد الله؟ قال العالم خافي على صدري يذبحون الرضيع، وما لخايف عيلتي تتشتت وجسمي صري، أنا كل خافي على عمرك ما عاد عمري يضيع، انت أغلى من حياتي واخوتي ومن مصرعي. الله أكبر يا أبا عبد الله، يعني يذبح على صدرك الرضيع لا تبالي، كأن لو لك مصائب أعظم وأعظم يا أبا عبد الله. قال وأعظم مصيبة يا زينب بالحسايل بدمعي، لا من ذبحة أولادي ولا من المصرعي، ماني متصور يا زينب تدخلين على الدعي، يشتم قبالك ابونا ويهشم لثتي. الله اكبر يا ابا عبد الله، يعني القضيه في اذن يا ابا عبد الله. قال له ومن يرد الحصال يصحى بالظليمه بالذعور، ارتجيك بكسر اضلاع امك بقيب الخدور، خافي تشوفي المتربع على صدره شمير، وراسي ما اريد اقبالات ينفصل عن جثتي. ابقي بالخيمه ابقي بالخيمه لاجل يبقى الى المذهب ستون، مهما أدلقنا الضرب والطعن في وسط النحار، وادري بتسمعين أضلاع يا زينب
تنكسر. سلمي امرك البالي ولفذي وصيتي. يلا كلنا ويا زينب نسمع ابا عبد الله. ايش عندك يا زينب من جواب؟ قال انت ان كان تريدني انسى وبطل الله حوليني اخذ ذكراك بالقلب واخذ صورتك من عيني. تذكر يوم كنا صغار انا اغيك وتناغيني انا وياك يا ابن امي بلبن واحد تغذل وبيت الوحي المحفوظ بالغابة تربى. بعد يا موالي لما ودع زينب ماذا جرى على الحسين؟ صاح الحسين وهو مخاطبا رباه: إلهي تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلا قطعت لي بالحب إربال لما مال الفؤاد إلى سواك إن لم يستقيم دين جدي إلا بقتلي. فيا سيوف خذيني ويا رماح فخذيني. فأتاه الحجار وأتاه السهم وصار يتدلى فوق جواده إلى أن هوى الحسين على صهوة جواده. اتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين. ناس تقول حسين بطل من ونين واخر يقول حسين كلكم تعرفون صاحب حمي على بناته والنساوي والجال ردوا تعرفون حي لوما هجموا على خيامه وروعوا الفاطمية وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمى الصواو. امر العسكر بالسعد واستحسن الشار وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفور لن الزلم والخيل غارت يم الخدور. فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان كهف اليتامى ناب تره تكون لسوان. فصاح الحسين ويحكم أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهم لجناح. فقصدوا الحسين وهبت هواء سوداء وارتجت الأرض وتغيرت ألوان السماء وإذا برأس الحسين على رمح طويل صحو نادي وحسينا ما اكتفوا بقتل الحسين. ما اكتفوا ب
بقتل الحسين إلا أن صاح اللعين زينب من الخيمة طلعوها وحرقوا وقلب غبراس أخوها ولام البجت بالصوت ضربوها سبوا الزكية وشتموا أبوها وقفت زينب على ذلك التال التفت عمر بن سعد الى شبث بن ربعي قال له من هذه المرأة الواقفة على ذلك التال قال له هذه مخدرة علي هذه زينب هذه عقيلة بني هاشم قال له ماذا تريد يا سبحان الله هذه زينب التي لم يرى ظلها قال له ماذا تريد وانقف على ذلك التال قال له تريد جسد الحسين قال له إذن أنت رسولي إلى القوم اجعلهم يفرجون صماطا إلى جسد الحسين فالفرج القوم إلى من التل إلى جسد الحسين اتخيل بعين الخيال يا موالي فمن لما الفرج القام سمعطين من التل إلى جسد الحسين نزلت زينب من ذلك التل تخطو الخطوة بعد الخطوة مشيتها كمشية علي بن أبي طالب ما بقي عندها أحد يمشي معها إلا العزة والوقار يمشي مع زينب هيبتها هيبة علي بن أبي طالب فلما وصلت إلى جسد الحسين رأته مقطع الأعضاء مكبوبا على وجه الثرى جسدا بلا راس وإذا بزينب أعدلت طريقها عن الحسين قالوا سبحان الله هذه لا تريد جسد الحسين لماذا أعدلت طريقها عن الحسين صار القوم في حيرة من أمر زينب لماذا أعدلت طريقها عن الحسين صاحت يا ناس يا ناس درب المشرع منا يا ناس درب المشرع منين عطشان خيي يا مسلم اريد اجيب بالماي لحسين صاحت امامكم مسلم يواري هذا الجسد السليم امامكم مسلم يواري هذا الجسد الطعين قال عمر بن سعد اجيبوها قالوا ما نجيبها فقال فلتركب عشرة من الخيال ولترث جسد الحسين تعلتنا من الجمال عشرة وداست خيل أم الفاق صدرها وزينب واجفة على الزل تنظر ليش الخيل داست فاق صدرها يا خويا وغيرت يا حسين رسمك تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم الولا تل مني بالدموع أنا ب
بقيت محيرة وصفج باليدين، أنا بقيت محيرة وصفج باليدين، لا عباس يبرالي ولا حسن يضربوني، يا عليم نبجي وتهمل العين وتبقى حسرة بصدري تكسر. يا محسن يما تعالي، يا محسن يما تعالي وشوف الكربلة سوت بحالي، أنا عقب الخدير ذاك ودلال أصير حرمة بغير والي. رحمك الله يا أبو يوسف، رحمك الله يا مولى عطية. قول العباس عند البار حيحوط الصواوي، شوف ذلك العز وذلك الدلال اللي كانت تعيش فيه زينب. العباس عند البار حيحوط الصواوين، يا مر ينهي واخوتك الامس الحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، مصغير للصايح ولا منهم جفنا. شلون حال الحسين سيدتي؟ قالت وحسين من يسمع بك بخيمة دخل يسلني الحرمة وياخذ بصدر طفلة، وباتت خيمنا مطنبة وتزور بهلها، وصيوان اخوي حسين حولت رفرف اعلى. وانت شلون حالي جم خدرت علي؟ قالت واصبحت وشبول الهواشم حولي وقول، ومسيت مالك ناع وتستر بالجفوف. قالها علي السجاد يا عم شجاني، حكيت وانا ما اقدر اتحرك من مكان. قالت يا نور العين عتب على زماني، اللي ابوك علي الكرار شلون تنضى؟ صاحت ضيعني ابن امي وخلاني غريب، صاحت ضيعني ابن امي وخلاني غريبة، لا خل عندي ولا بلد بجنبي قريبة. اش دعوة يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب ويا غنسة، أنا أمي الخدير زينب ونيراني الحزن بحشا، أنا اللي شفت نارين لكن نار شد من واحدة حرقت خيمتنا، واحدة حرقت ما بدا، وانا اللي شفيت صدره واحد صوب المسمار، والاخر كربلة خبره شلون الخيل رضى. بعد يا زينب، وانا اللي شفت شفين للعباس مقطوع، وانا اللي شفت طشتين كبد الحسن واحد بيه والاخر بيه راس حسن، وانا اللي شفت طفلين طفل ام الحسن واحد والاخر طفل اخوي حسين، وانا
وانا اللي وقفت مرتين والمرتين الذن وحدة بمجلس ابن زياد متشمتني شد علي ولا اخرب مجلسي يزيد الهي جت ولي انا اخي وبني واخر احصاتي انا اخي وبني واخر احصاتي يسمعون ويغطون اخوتي. الله اكبر. رحمك الله يا ابو يوسف، رحمك الله يا مولى عطيه. يقول شلون حالك لو مشوا كلهم عن حسين، شلون حالك لو مشوا كلهم عن حسين وحسين تال السلف همت والسدر ما وصرتي تنخين الهلج ما يمتخولك ولا يستطيعون على النهوض يوصلولك. أطفال عندك والحريم تحوم حالات، الله يساعد حالتك ما بين الأنذار. دلالي 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 هل يا دمع عيني دلالي تران احترق من همي دلالي انا الجان يتوصف دلالي وتالي الشمر يا مر علي ايسوقها زجر بضرب متونيا. يا الله تقبل عزانا منا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا كن بعيد الظلمة عنا بحق محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء أرفعوا أيديكم على الدعاء، عندكم مرضى عندكم حوائج خصوصا من أوصاني بالدعاء، الله أن الله عز وجل إن شاء الله بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يفرج عن همومهم ويفرج عن كربهم يا رب العالمين وأن يقضي حوائجهم يا رب العالمين أن يسر أمورهم خصوصا من أوصاني بالدعاء، الله يفرج عنهم إن شاء الله بحق الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ما أسمع صوتك يا موالي أريدك تشارك. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين خصوصا لمن لأجل قرانا هذه الآية.
اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان خصوصا من أخصاني بالدعاء بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب العالمين. جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، خصوصا مسببين لهذا المأتم الشريف، اللهم طل في أعمارهم ووسع في أرزاقهم واحفظهم واحفظ من يلوذ بهم يا رب العالمين. والفاتحة إلى أرواح موتانا موتاكم أما تعلى الإيمان تسقى بعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد.